نجحت مساعي سموتريتش وبن غفير في تشريع بناء 3500 وحدة سكنية في معالي أدوميم وإفرات وكيدار. تكليل هذه الخطوة الانتقامية من الفلسطينيين بالنجاح وإخراجها إلى حيز التنفيذ يأتي ضمن استراتيجية اتبعها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تجاه المستوطنين، وهي منحهم الضوء الأخضر لأعمالهم الإرهابية. يحاولون استغلال المنطقة لمنع الفلسطينيين من الرعاية ومن استغلال الأراضي والموارد الفلسطينية، وهو جزء من محاولة يعني سرقة الأراضي وسرقة المهنة للفلسطينيين، وأظن أن يعني هذا جزء من محاولة سرقة التراث وال يعني الحياة الطبيعية للفلسطينيين، وهو جزء من الاستيطان ومحاولة يعني حرماننا من حتى يعني الحياة ومن حرمان حتى مواشينا من الرعاية، وهو جزء من محاولة يعني المستوطنين الاستيلاء على الأراضي وطرد الفلسطينيين بشتى الوسائل. وملاحقة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية لا تشرع وفق قانون الأبرتايد الإسرائيلي فقط، بل أيضا تمارس على أرض الواقع وبحماية جنود إسرائيليين للإرهابيين المستوطنين أثناء ملاحقة المزارعين مثل هذا المشهد، وفيه يحاول المستوطن إرهاب راع فلسطيني وماشيته، وهنا سرقة ماشية لمزارع فلسطيني بحراسة الجيش الإسرائيلي. وكل هذه المشاهد هي جزء يسير من الاستيطان الرعوي، فيه يحاولون محاربة المزارعين الفلسطينيين في مصدر رزقهم ومصادرة أراضيهم. مع وجود هذه الحكومة المتطرفة وغلاة المتطرفين والذين استلموا وزارات سيادية مثل بن غفير وسموتريتش وغيرهم، ولذلك الأموال والميزانيات تحول لهؤلاء ايضا يعني امنوا العقوبه، حيث اصبح لهم يعني من يساندهم في الحكومه وربما حتى يعني يجعلهم يتجاوزون القوانين، وهو جزء من استغلال الظروف واستغلال الوقت واستغلال هذه الحكومه، وهؤلاء يبتزون حتى الجهات الاخرى في الحكومه الاسرائيليه، ولذلك زادت ممارساتهم زادت جرائمهم نتيجه وجود وزراء مثل بن غفير يدعم هؤلاء ويتغاضى عن جرائمهم في فلسطين. من الملاحظ أن المستوطنين الذين يعتبرون شركاء في الأيديولوجية مع من بات وزير الأمن القومي يصعدون من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في ظل توفير الحماية لهم من الملاحقة القضائية، ومع حملة التسليح الهستيرية التي يعمل عليها بن غفير باتت دماء الفلسطينيين مباحة.